أفهم من كلامك أستاذ مهدي مرحوم أنكم تعاملتم بنوع من البراغماتية السياسية، لأنك عندما تؤيد طرف معين فإنك بالمقابل تنتظر مجموعة من المطالب. إذن أنتم التقيتم ب يعني معسكر ترامب وحصلتم على مجموعة من الوعود في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية. أيوة سي، التقينا مع أول واحد التقينا معه هو ريتشارد غرينيل، هو ريتشارد غرينيل هو المرشح ليكون الوزير الخارجية المقبل إن شاء الله في سياسة ترامب. والوزير الخارجية في أول مجلس كنا معه في ديترويت في جولاي في السابق، و كمسلمون وكعرب جميعا في جميع ولايات امريكا مشينا كنا لديترويت وجلسنا معاه وطلبنا المطالب ديالنا.